السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في المحاضرة دي ان شاء الله هنبتدي جزء الميديسينال سيدز اللي بيقع في 3 محاضرات. هنبتدي بيها بريف انترودكشن اباوت سيدز، نفهم يعني ايه سيد وليه النبات بيكونها. لو تفتكر في جزء الميديسينال فلاورز كنا اخدنا the different parts of a flower، وقلنا ان من البارتس دي في عندنا الاندريشيوم وفي الجاينيسيوم. الاندريشيوم اللي هو الميل بارت والجاينيسيوم اللي هو الفيميل بارت. الفيميل بارت كان بيكون من اوفري ستايل اند ستيجما، والاوفري كان جواها الاوفيول. الاندريشيوم كان فيه الانثر والفيلمنت اللي على بعض اسمه الستامنز، وقلنا الانثر بيبقى جواها البولين جرينز. during the pollination season بيحصل pollination، البولين جرينز بتروح للستيجما ويحصل fertilization ما بين البولين جرين والأوفيول. الفيرتيلايزيشن ده eventually will lead to the formation of the seed. The seed is the mature fertilized ovule. يبقى لازم الأوفيول يحصل لها fertilization by the pollen grains عشان تبدأ تكون السيد. ليه النبات بيكون السيد؟ السيد دي مهمة جدا للنبات علشان يكمل دورة حياته، لأن بعد كده السيد دي لما بيحصل لها maturation بتبدأ تكون a new plant، يحصل لها germination وتبدأ تكون plant جديد. and this helps for the propagation and the distribution of the plant to complete its life cycle. What is the typical structure of a seed؟ علشان نفهم the typical structure of the seed هنبص الأول على the structure of ovules. الأوفيولز دي اللي قدامنا في منها نوعين أو شكلين، اللي هي الخاصة بالأنجيوسبيرمز والخاصة بالجيمنوسبيرمز. الأنجيوسبيرمز اللي هي مغطاة البذور، والجيمنوسبيرمز اللي هي معرات البذور. هنفهم يعني ايه الكلام دلوقتي. هنبص على الأنجيوسبيرمز الأول عشان نعرف ايه الفرق بينها وبين الجيمنوسبيرمز. هنا بيكون عندي الاوفري وول، الاوفري وول، وجوه بلاقي فيه الاوفيول. هي دي الاوفيول. اوكي، الاوفيول بيبقى فيها انتاجمنتس. انتاجمنتس دي اغلفه جواها باريكاميتس سيلز، فيها نيوتريينتس اسمها النيوسيلس، وفي عندي الميجا سبوروسايت. This is the ovary of an angiosperm. لو بصينا هنا بنلاقي ان مفيش عندي ovary wall في حالة الجيمنوسبيرمز. بنلاقي الانتيجمنتس، بنلاقي النيوسيلس، بنلاقي الميجا سبوروسايت، لكن مفيش ovary wall. عشان كده بسميها معرات البذور. بعد كده هتعرف ان الاوفري وول او الاوفري عموما هو بعد كده اللي بيتحول للفروت. عارفين معظم السيدز تبقى انكلوزد وذين ذا فروت، نلاقي البذره جوه الثمره، لكن في حاله معرات البذور ما بيبقاش في عندي فروت. اوكي، ايه اللي بيحصل لل أوفيول؟ هنا دي زي ما قلنا الميجا سبوروسايت، لما بيجي البولن جرينز بيحصل لهم فيرتيلايزيشن، كونوا الامبريو او الزايجوت في الاول، اللي بعد كده بيتحول للسيد. ده شكل السيد قدامنا اهو. في النص بنلاقي عندي الامبريو اللي جاي من الفيرتيلايزد، الفيرتيلايزيشن اوف ذا اوفيول وذ ذا بولن جرينز. بنلاقي عندي الاندوسبيرم. الاندوسبيرم هو النيوتريتيف تيشو اللي بيغذي الامبريو.
بعد كده بيبقى الانتجمنتس اللي كانت موجودة في الأوفيول بتتحول إلى التستا أو السيد كوت، ولو هي انجيوسبيرم بلاقي الفروت أو الأوفري انكلوزينج ذا سيدز. ده شكل توضيحي تاني ايه البروسيس اللي بتحصل في الفيرتيلايزيشن او التحول بتاع الاوفيول انتو السيد. زي ما احنا شايفين بتدخل البولين جرينز من هول موجود في الاوفيول اسمه المايكروبايل. اسمه ايه؟ المايكروبايل، الفتحة دي اللي هيدخل منها الماتيريال، الجيناتيك ماتيريال بتاعت البولين جرينز اللي هتبدأ بعد كده تتحد مع ميجا سبوروسايت وتديني الامبريو. وده الاندوسبرم اللي قلنا هو ده النيوتريتيف تيشو اللي بيتغذى عليه الامبريو. بيبدأ يحصل اكسبانشن للامبريو ساك زي ما احنا شايفين، ويبدأ يكون ال different parts of the embryo. يتكون من ايه الامبريو؟ في البداية بيتكون من الكوتوليدنز او الفلقات، البلوميول اللي هي الريشة، and الراديكل اللي هو الجزير. يبقى كوتوليدنز، بلوميول، and radical. اوكي، بعد كده بيحصل further development زي ما احنا شايفين الكوتوليدنز بيحصل لها further growth، واللي قدامنا ده مونوكوت ولا دايكوت؟ apparently it is a dicot لان في two cotyledons. لو هي واحدة يبقى مونوكوت. with further development of the seed زي ما احنا شايفين ده بيبقى شكل mature seed، تكون من radical، plumule، cotyledons، وفي عندي هنا remains of the endosperm، بيبقى عندي هنا الميكروبايل، وكل ده enclosed within the testa. لو شفنا transverse section لإكاستور سيد هناخدها مع بعض النهاردة اللي هو بذر الخروع، زي ما احنا شايفين القشرة الخارجية اللي برا دي هي السيد كوت. هنا الجزء النيوتريتيف اسمه الاندوسبيرم، هنا في عندي الكوتوليدنز، وبعد كده بيبدأ يتكون عندي بقى الابيكوتايل والهايبوكوتايل. الابيكوتايل والهايبوكوتايل هما اللي بعد كده لما هيحصل لهم further germination هيدونا الشوت and the stem system of the plant. والراديكال زي ما احنا عارفين اكيد بيدينا الروتس لما يبدأ يحصل germination. غالبا السيدز بتدخل في حالة dormancy، سكون، لحد ما يجي الوقت اللي يحصل فيها للسيدز. هنا بنشوف مراحل الجيرمينيشن اوف سيد عشان تتحول into a new plant. هنا بيبدأ عندي الراديكال والهايبوكوتايل يحصل لهم جيرمينيشن في الاول. اول حاجة بتحصل هي جيرمينيشن اوف راديكال، بعد كده بيحصل جيرمينيشن للهايبوكوتايل زي ما احنا شايفين. السيد كوت مع الوقت بيحصل لها ديسوليوشن، وبعد كده يبدا يحصل germination للكوتوليدنز. اوكي، دي الكوتوليدنز اهي، further germination to the cotyledons. الكوتوليدنز هتدينا بعد كده الفوليج ليفز، الليف سيستم هيطلع من الكوتوليدنز. further germination of the hypocotyl والepicotyl. الكوتوليدنز بيبقى فوقيها الابيكوتايل، يبقى الابيكوتايل بيحصل له growth above the cotyledons، الهايبوكوتايلز بيبقى below the cotyledons.
وطبعا الروت بيبقى متكون من الراديكال. هنبتدي مع بعض دلوقتي ال individual examples of medicinal seeds. هناخد النهاردة 3 seeds. ال 3 seeds acting mainly on the GIT or the gastrointestinal tract. أول individual example هناخده مع بعض هو ال linseed أو ال flax seed. linseed اللي هي بالعربي بذر الكتان. غالبا هنكون معظمنا شفنا بذر الكتان قبل كده او سمعنا عنه. ال definition of linseed. linseed is the dried ripe seed of linum UC 30 sesamum family linaceae. linum UC 30 sesamum family linaceae. And by the way, UC 30 sesamum in Latin means very useful. This gives you a hint about how important and how many activities this seed possesses. It means very useful. Okay. بالنسبة للاتين نيم احنا زي ما اتفقنا لما بيكون في drug عندي انا اخدت له powder في العملي ف we are required to memorize its Latin name. So please memorize the Latin name of linseed. To move to the chemical constituents of linseed. ايه الكيميكال كونستيتوينتس اللي نتوقع نلاقيها في السيدز او البذور؟ يعني انت ممكن تفكر السيدز او البذره ايه الكونستيتوينتس اللي هتبقى موجوده كتير فيها. بتبقى فيها معظمها فيها فيكسيد اويلز وفيها proteins, fixed oils and proteins. And دي الحاجات اللي بتبقى محتاجها الامبريو for its development, nutritive. يعني بيبقى rich in primary metabolites. Primary metabolites اللي هي الفاتي acids, ال proteins. دي كلها primary metabolites. Linseed, of course, contains a high percentage of fixed oils or fatty acid triglycerides. وزي ما أخذنا في الessential oil في الflowers لازم نعرف إيه main component of the oil, the essential oil. هنا كمان في الfixed oils لازم نبقى عارفين إيه هي chief components of the fixed oil. في حالة linseed هنا في عندي 3 main oils أو fatty acids. هما دول ال main fatty acids of linseed. في عندي oleic acid اللي احنا بنسميه omega 9 fatty acid. في linoleic acid اللي بنسميه omega 6 fatty acid. وفي طبعا الشهير جدا الالفا linolenic acid أو ALA اللي بنسميه الأوميجا 3. ممكن نكون سمعنا اكيد عن الاوميجا 3 وعن اهميتها واهميه وجودها في الدايت بتاعنا و its protective effect on the heart and on the brain. هنتكلم على الحاجات دي دلوقتي. ليه بنسميه اوميجا 3؟ This is the structure of alpha linoleic acid. This is the alpha position next to the carbonyl group. بسميه alpha. And this is the omega. The omega هو آخر position أو أبعد position عن الكربونيل group. This is the omega. هشوف ال double bond على بعد كام carbon من ال omega carbon. بلاقيها 1, 2, 3 position number 3. And this is called an omega 3 fatty acid. Omega 3 fatty acid. طبعا as usual these structures are just for illustration. You are not required to memorize any chemical structure. ده للشرح فقط. هنا بنشوف الفرق ما بين الأوميجا 9 الأوميجا 6 والأوميجا 3 fatty acids. okay. زي ما قلنا this is the omega position. دي الدبل بوند هنا at carbon number 9 بالنسبة للأوميجا carbon.
So it is called omega 9. You know, this is omega 6, linoleic acid is an omega 6, and linolenic acid is omega 3. Linoleic acid, well, alpha linolenic acid are polyunsaturated fatty acids. Polyunsaturated fatty acids. Like in oleic acid is a monounsaturated fatty acid. في double bond واحدة يبقى monounsaturated. في أكتر من واحدة يبقى polyunsaturated. وكل ما degree of unsaturation يزيد كل ما ده بيبقى more beneficial to the health. Okay, فأهم واحد في دول كلهم هو الألفا لينولينيك أسيد اللي قلنا أنه موجود بنسبة 50% في الفيكسد أويل of linseed, and this is a very very good character for linseed oil. Omega 3 and omega 6 fatty acids are known as essential fatty acids. يعني essential fatty acids يعني جسمنا مش بيقدر يكونهم, لازم ياخدهم من مصادر خارجية, على عكس الأوميجا 9. أوميجا 9 is a non-essential fatty acid. ممكن الجسم يقدر يعمل synthesis للأوميجا 9 من الأوميجا 3 ومن الأوميجا 6, عشان كده بقول عليهم non-essential fatty acids. مين مهم لينا أكتر, الأوميجا 3 ولا الأوميجا 6؟ Actually, we need a balance of both. We need to balance our intake of omega 3 and omega 6. المشكلة اللي بتواجهنا ان احنا our food intake is very rich in omega 3 and deficient in omega 6, and that's why those herbal drugs or food stuff that are rich in omega 3 are highly valuable. This is what's going to keep this essential balance between the omega 3 and omega 6 fatty acids. احنا محتاجين ناخد intake 2 to 1 to 1 of omega 3 to omega 6 to omega 9. ومعروف الدراسات الحالية اثبتت ان excessive intake of omega 6, لو احنا تجاوزنا البالانس اللي ما بين الاوميجا 3 والاوميجا 6, الاوميجا 6 ممكن يسبب inflammation وبيعمل مشاكل في الجسم. لكن ده مش معناه ان احنا مش محتاجين اوميجا 6 خالص, احنا محتاجينه بcertain balance, على عكس الاوميجا 3. الاوميجا 3 is involved in the anti-inflammatory cascade, داخل في الباسوي اللي الجسم بيحتاجه علشان يعمل مقاومة للإنفلاميشن, عشان كده it is very very valuable. وزي ما شفنا لينسيد فيها نسبة عالية من الأوميجا 3 فاتي أسيدز, كانت تقريبا 50% اللي هو الALA أو الألفا لينولينيك أسيد, which is very valuable essential fatty acid. In all clinical recent clinical trials, we have seen that flax seeds high levels of alpha linoleic acid اللي هو الALA أو الأوميجا 3 has suggested that it possesses anti-carcinogenic and possesses anti-hyperlipidemic activity. وإحنا اتكلمنا قبل كده عن الهايبرليبيديميا, يعني إيه هايبرليبيديميا؟ وبيقلل الكوليسترول والباد تريجليسرايدز اللي هي ال LDL أو low density lipoproteins. فال linseed واللينسيد اويل كمان ليهم this effect and very beneficial to the health. It boosts the immune system, it improves the brain function, it keeps the skin healthy, and this all these activities are attributed to its high content of alpha linolenic acid اللي هو ال ALA او الأوميجا 3 فاتي أسيد. يبقى ده أول constituent موجود في اللينسيد اللي هو الفيكسيد أويل, وكلمنا عن الفرق ما بين الأوليك واللينوليك واللينولينيك أسيد ومين فيهم أهم بالنسبة لنا.
chemical constituent تاني مهم جدا في اللينسيد اللي هو الميوسيلج. برضو السيز تبقى rich in mucilage, another primary metabolite. الميوسيلج دي تبقى عبارة عن polysaccharides, polysaccharide material, carbohydrates in nature, polysaccharide material بتبقى viscous or gelatinaceous solution. الميوسيلج اللي موجود في اللينسيد وزي ما قلنا polysaccharide يعني more than two sugars, لأن one sugar is a monosaccharide, two sugars, two sugar units means قول عليه disaccharide, more than two بسميه polysaccharide. الميوسيلج اللي موجود في اللينسيد بيتكون من polysaccharide عبارة عن مجموعات متكررة من الأرابينوزيلانز, أرابينوز مع زيلوز, أرابينوز مع زيلوز, فبقول عليه أرابينو زيلان, أرابينو زيلان. كمان في الميوسيلج بتاعت اللينسيد رامنو جالاكتو يورينان, رامنو جالاكتو يورينان, رامنوز وجالاكتوز, رامنوز وجالاكتوز, يونس من الرامنوز يونس من الجالاكتوز متشبكة جنب بعض بسميها رامنو جالاكتو يورينان. يبقى الميوسيلج of linseed عبارة عن polysaccharide substance تكون من arabinoxylans and rhamnoglucourinans. تاني بأكد the structures are not to be memorized, it's just for explanation. The third class of important chemical constituents present in linseed, وده بقى secondary metabolite مش primary metabolite. احنا قلنا الفيكسيد اويل ده primary metabolite, الميوسيلج ده carbohydrate او polysaccharide وده primary metabolite. هنا ال third chemical constituent is a secondary metabolite اسمه cyanogenetic glycosides, cyanogenetic glycosides اخدتها في ال introduction of secondary metabolites. ال cyanogenetic glycoside اللي موجود في اللينسيد اسمه لينامارين, هو لينسيد وفي لينامارين. This is the cyanogenetic glycoside اللي موجود في اللينسيد, دي الستركتشر بتاعت اللينامارين وادي السيانو جروب اللي موجودة فيه. وانت اخدت في الانترودكشن ان السيانوجينيك لايكوزايد بيبقوا توكسيك ان هاي دوزز ولازم we have to know their percentage in the plant, واخدت how to detect the presence of cyanogenetic او cyanogenic glycosides in plants, اخدت حاجة اسمها الجينير تيست, جينير تيست. Please refer to the introduction to primary to secondary metabolites. انا بفكرك بس كان الجينير تيست بتجيب صوديوم بيكريت, بتجيب ستريب اوف فلتر بيبر بتعملها امبريجنيشن انتو صوديوم بيكريت. لو البلانت ماتيريال بتاعتك فيها سيانوجينيك جلايكوزايدز كان الفلتر بيبر بتتحول من اليالو كولر انتو ذا ريد كولر, from yellow to red, لأن اليالو color هو الكولر بتاع الصوديوم بيكريت. صوديوم بيكريت في وجود ال HCN بيحصل انها تتحول لحاجة اسمها صوديوم بيكراميت وده ليه بريك ريد color. يبقى لازم يكون البلانت ماتيريال بتاعك سورس الايه, سورس لل HCN, سورس لل HCN. هل اللينامارين صوت ال HCN؟ Yes. By hydrolysis لما أحط على البلانت ماتيريال water وأسخنها بيحصل activation لإنزيم اسمه اللينماريز إنزيم. اللينماريز إنزيم بيحول اللينامارين لحاجة اسمها الأسيتون سيانو هيدرين. من غير ما ندخل في تفاصيل هو بيعمل hydrolysis هنا. Okay. It's a glycoside, بيكسر الجلايكوزيديك لينكيج اللي هنا ويعمل ريليز لأسيتون سيانو هيدرين. الأسيتون سيانو هيدرين ده بيتكسر بالتمبريتشر بالحرارة تحت تأثير التمبريتشر ويعمل ريليز للHCN.
يعمل ريليز لل HCN. ال HCN ده زي ما قلنا هيطلع هيتفاعل مع الصوديوم بيكريت فلتر بيبر اللي هي الانتجريت فلتر بيبر ويحولها لصوديوم بيكرامات اللي ليه بريك ريد كولر. This is the Guinier test. يبقى احنا خدنا دلوقتي الكيميكال كونستيتوينتس اوف لانسيد وكانوا 3 مين كلاسز فيكسد اويلز واهمهم زي ما قلنا الاي ال اي او الالفا لينوليك اسيد اخدنا الميوسيلج واخدنا السيانوجينيك جلايكوزايدز. ايه بقى الميديسينال يوزز اوف لانسيد بيستخدم في ايه؟ بذر الكتان. واحنا بنتكلم على الاستخدامات الطبية لان هو ليه استخدامات اخرى كثيرة بالذات الزيت بتاع اللانسيد اللي هو بيبقى نتيجة عصر السيد بيطلع الزيت او الاويل والاويل ليه استخدامات في الصناعة لكن مش مجال الكلام عليها. احنا بنتكلم هنا على اللانسيد البذرة على بعضها استخداماتها الطبية. اللانسيد ليها internal uses وليها external uses واليوزز دي اللي انا هتكلم عليها هي اليوزز supported by clinical data المثبتة بأبحاث سريرية زي ما اتكلمنا. احنا قلنا الابروتش بتاعنا هو ال evidence based herbal medicine ان انا اكون بتكلم على medicinal use واليوز دي ليها support by clinical data. استخدام اللانسيد الاساسي ال internal use of linseed is for the treatment of chronic constipation. chronic constipation هو الامساك المزمن. في بعض الاشخاص بطبيعتهم باستمرار بيبقى عندهم constipation ده بقول عليه chronic مزمن بالذات الناس اللي هي بيبقى عندها مشاكل في القولون عندهم irritable colon الناس اللي بيبقى عندها gastritis وenteritis لان وجود الميوسيلج اللي احنا اتكلمنا عليه الميوسيلج ده ليه demulcent activity demulcent ملطف ملين demulcent بيعمل protection للgastric ميكوزا للميكوزا lining of the old GIT tract okay it is a very good demulcent عشان كده من الحاجات اللي بتستخدم في علاج الكرونيك هو طالما بيعالج الكرونيك constipation فده معنى ان هو ملين او laxative which type of laxative هو اني نوع من انواع اللاكزيتيفز. نقول سريعا ايه هي اهم انواع اللاكزيتيفز او الملينات. في عندي الكاتيجوري بتاعت bulk forming laxatives بيقولوا عليه bulk laxatives. في عندي الاوزموتيك laxatives وفي عندي الستيمولنت laxatives. البلك فورمينج laxatives these what are what we call mechanical laxatives. They act mechanically. They act by increasing the volume and the viscosity of the stool through absorption of water from the colon environment. هو بيعمل ايه؟ بتبقى مواد عندها قابلية انها تمتص المية من البيئة اللي هي فيها وتزيد في الحجم. فبسميها bulk forming laxative او mechanical laxatives. الاوزموتيك احنا مش هنتعرض لها في الكورس بتاعنا فمش هندخل في تفاصيلها. هنتكلم على الستيمولنت لاكزيتيفز. الستيمولنت لاكزيتيفز دي الميكانيزم بتاعها مختلف تماما. هي بتأثر على الالكترولايتس والفلويد سيكريشن from the body to the colon and from the colon to the body. يعني بيأثر على افراز الاملاح وعلى السوائل اللي موجودة في الجسم. فده مش ميكانيكال. ده بقى بيأثر على الاملاح الالكترولايتس والفلويدز اللي موجودة في الكولون. طيب
اللينسيد تتوقع is a bulk form laxative ولا a stimulant laxative؟ Definitely it's a bulk forming laxative. It's a bulk laxative. Why؟ لأن احنا قلنا ان في نسبة عالية من الميوسلج. الميوسلج اللي قلنا عليه ده عبارة عن polysaccharide وهو water soluble polysaccharide, but it is not absorbed by the body. الجسم مش بيمتصه, مش بيحصل له امتصاص, مش بيحصل له digestion. يعني هو انت بتاخد حاجة فيها نسبة عالية من الميوسلج او فيها نسبة عالية من ال unabsorbable polysaccharide او الكربوهيدرات, ده بينزل في المعدة مش بيتكسر, ما بيحصلوش digestion, فبالتالي الحاجة اللي مش بتمتص ومش بتتهضم بتروح في الاخر للقولون. لما بيوصل للقولون في القولون بيبقى جزء من الستول. اوكي, ده ناتج من نواتج الاخراج. زي ما قلنا المواد دي عندها القابلية انها تمتص المية وتزيد في الحجم. They have the ability to absorb water and swell, increase in volume. انت هنا دي this is the stool اللي جواه ال fiber اللي هو ال polysaccharide, بياخد مية من ال environment اللي في الكولن, فيكون النت ريزلت عندك ايه؟ ان increase in the volume of stool. هو ده ازاي يساعد في علاج الكرونيك constipation. احنا قلنا ان او يعني الكرونيك constipation patient اللي عنده constipation بيبقى عنده مشكلة ان stool بتاعه is hard to pass, وده غالبا بيبقى نتيجة ان stool is very very hard, يعني الwater content بتاعه is very low وبيبقى small in size, فده مش بيحفز الجسم ان هو يخرج ال stool. فانت لو في material او في حاجة انت بتاخدها في الاكل بتزود ال volume, بتزود ال viscosity, بتزود ال water content اللي جوه ال stool, ده هيساعد, هيزود من حركة القولون, هيخلي الجسم يتخلص من الستول بسهولة لانه بيزود الووتر كونتنت بتاعه, فما بيبقاش very hard so it is easier to pass. يبقى عرفنا ازاي البلك فورمين لاكزيتيفز بتشتغل. زي act mechanically by absorbing water from the surrounding environment. They turn into a gel-like substance. So, they only they are not absorbed by the body. They increase in size and swell, and thus it will increase the volume and the viscosity. It increases the volume and the viscosity of the stool, and thus it is easier to pass outside the body. الاستخدام التاني لللينسيد هو external use, استخدام خارجي. We applied externally, وانا هنا بتكلم على اللينسيد مش اللينسيد اويل, بتكلم على اللينسيد البذرة نفسها بيستخدموها كاتابلازم او بولتس. كاتابلازم او بولتس اللي هو بالعربي بنقول عليه اللبخة, اللبخة اللي هو بيجيب شاش او بيجيب حتة قماش وبنعمل بيست من البلانت ماتيريال بتاعي, سواء بقى كان سيد, كان whatever البلانت ماتيريال اللي عندي, وبأسخنها وبعمل منها بيست. البيست دي بتتفرد على الكلاس وبنعمل لها ابليكيشن على المنطقة اللي فيها inflammation, فit acts by decreasing inflammation locally. اوكي, وده برضو نتيجة الemollient effect of linseed, نتيجة نسبة
ميوسولوجين عالية اللي موجودة في اللينسيد بيخليها ايموليانت برضو، ملطف مرطب. هو عنده القدرة انه to keep the skin hydrated. ف it is an emollient وبيستخدم زي ما قلنا as a cataplasm or poultice for local inflammation لعلاج الالتهابات الخارجية. يبقى اللانسيد ليها two approved uses, one internally and one externally. ال internal use نتيجة وجود الميوسولوج البوليساكرايدز او الفايبرز اللي احنا قلنا عليها اللي بيحصلهاش absorption في الجسم، ودي بيخليه يشتغل كعلاج مناسب للكرونيك constipation. الاستخدام التاني استخدام خارجي external use، وزي ما قلنا بيستخدم غالبا كبولتس او كاتابلازم او زي ما قلنا بالعربي اسمها لبخة في علاج اللوكال انفلاميشن نتيجة ان هو لي ايموليانت افكت. لي ايموليانت افكت. وما ننساش طبعا احنا كنا اتكلمنا في الاول ان هو a rich source of alpha linolenic acid اللي هو ال ALA او الاوميجا 3 فاتي اسيد اللي احنا قلنا ان هو ليه فوائد كتير جدا للجسم، يعتبر of high nutritive value لان زي ما قلنا نسبة اللينولينيك اسيد اللي فيه تتجاوز 50% من التوتال فاتي اسيدز اللي موجودة. هنا ده بيشرح يعني ايه بولتس. زي ما قلنا البولتس هي paste made of plant material و is spread on a warm moist cloth and applied to the body to relieve inflammation and promote healing. زي ما احنا شايفين هنا بنعمل البلانت ماتيريال على هيئة بيست، وبعدين بنجيب a piece of warm cloth and we cover the part which is suffering from inflammation and this is called a cataplasm or a poultice. Are there any contraindications for the use of linseed? هل في موانع لاستخدام linseed؟ في ناس ما ينفعش تستخدم linseed؟ طالما هو بيشتغل على الجي اي تي فانا ما اقدرش اديه لحد عنده اي مرض في acute inflammation or illness of the intestine of or the esophagus. ده ممكن يخلي البيشنت to delay seeking advice by a physician. Therefore, it should not be given to any patient suffering from any acute inflammatory illness of the intestine or of the esophagus. عنده التهاب شديد في المريء، عنده التهاب شديد في الأمعاء، ده ما ينفعش ياخد اللانسيد. كمان معلومة مهمة جدا جدا جدا، ودي بالنسبة لكل البالك فورمينج لاكزيتيفز. The bulk forming laxatives. This is very essential that we should advise the patient to take these kind of laxatives with large quantities of fluids. Yani it has to be with a suitable amount of fluid intake, and the suggested intake is a ratio of 1 to 10. يعني ما ينفعش جرام ياخده في 10 ملي، هياخد 5 جرام ياخدهم في 50 ملي. يعني انا لما اقول له خد معلقة، المعلقة تقريبا ياخدها مع كوباية مية. اوكي لان ال too little fluid intake can lead to a very serious problem which is an obstruction of the ileum. Obstruction of the ileum ممكن يعمل انسداد في الامعاء، لان لو ما اتخدش مع كمية مناسبة من المية بيعمل انسداد في الامعاء. احنا كنا قلنا ان اللانسيد فيه سيانوجينيك جلايكوزايدز، بس نسبة السيانوجينيك جلايكوزايدز اللي موجودة في اللانسيد they present no danger with the intake of therapeutic doses. يعني ما فيش اي ريبورتس ان السيانوجينيك جلايكوزايدز اللي موجوده في الفلاكسيد بتؤدي لاي توكسيستي، لان النسبه اللي موجوده نسبه قليله جدا. فهو اهم بريكوشن نقوله للبيشنت اللي بياخد
linseed as treatment for chronic constipation is that you should take it with large quantities of water, large amount of fluid. You have to guarantee that the patient takes it with the suitable amount of fluid, which should never be less than a ratio of 1 to 10 of the solid plant material and the fluid intake. Spacing. لازم نعمل spacing. تاني دراك هناخده مع بعض النهاردة. تاني seed هي psyllium seed, also known in English as flea seed or spagula seed, بالعربي اسمه حب البراغيث. هو الاسم لان السيدز دي صغيرة جدا في الحجم, ولما بتتجمع كده جنب بعضها بتبقى شبه الحشرات الصغيرة, فبيسموها حب البراغيث بالعربي flea seed او psyllium seed or spagula seed. You are required to know the three English names: psyllium, flea seed, and spagula seed. For the Latin name, you don't have to memorize the Latin name. The Latin name of psyllium is the dry, ripe seed of Plantagopsyllium, family Plantaginaceae. Okay. Usually, people use the husk of psyllium. The husk of psyllium. The husk of psyllium is the outer seed coat of psyllium, because this is where the active constituents are concentrated. They are concentrated in the husk or the outer seed coat. What are the chemical constituents present in psyllium? زي ما اتكلمنا في linseed كان في mucilage. هنا كمان السيليوم is very rich in mucilaginous hydrocolloids. وزي ما قلنا these hydrocolloids أو mucilaginous material is localized in the outer seed coat or the husk. Okay. هنا mucilage, الhydrocolloid mucilage اللي موجود في السيليوم اسمه أو بيتكون من arabinoxylans mainly. Arabinoxylans, xylose and arabinose, xylose and arabinose. And as we said in the case of linseed, this is a soluble polysaccharide, but it is non-digestible. It is water-soluble, but non-digestible. The same as we said in case of linseed. هنا نسبة المسيليجينس هيدروكولويد في السيليوم نسبة عالية وعنده جالينج ability أعلى كتير كمان من اللي احنا حالة اللينسيد. استخدام السيليوم بيعتمد أساسا على النسبة العالية جدا من الميوسولج الميوسوليجينس ماتيريال اللي موجودة فيه. هو طبعا في نسبة من الفيكسيد أويل, في نسبة من البروتينز, لكن المين أكتف كونستيتوينت اللي موجود في السيليوم هو الميوسوليجينس هيدرو كولويد. تتوقع ايه استخدام السيليوم؟ And this again, this is the use supported by clinical data. As in case of linseed, you can expect the psyllium again is used as a bulk forming laxative. Bulk forming laxative. نفس الميكانيزم اللي شرحناه في linseed. It is rich in a mucilaginous material. This mucilaginous material has the ability to absorb water. تمتص المية, تكون جل. It increases in the volume and thus increases the viscosity of the stool. وعشان كده هي علاج مناسب للchronic constipation. It is a very suitable treatment of chronic constipation. Of course, it's not very efficient in the treatment of acute constipation. ساعتها بنلجأ للstimulant laxatives. لما هتاخد إن شاء الله جزء من medicinal leaves, هتاخد السنة ليف وليل stimulant laxatives تبقى more effective عن البالك forming laxatives. لكن البالك forming laxatives are much safer for long term use. يعني أنا ممكن أستخدم البالك forming laxatives على فترات طويلة. دي حاجة أنا مقدرش أعملها
في حالة الستيمولنت لاكزيتيفز. فالبالك فورمد لاكزيتيف هي اللي بنستخدمها في علاج الكرونيك كونستيبيشن، لان البيشنت اللي عنده كرونيك كونستيبيشن قلنا ده مزمن، امساك مزمن، فبالتالي هو محتاج علاج لفتره طويله، فعايز حاجه ما تعملوش مشاكل مع الاستخدام لفتره طويله. فبيبقى بالنسبه لنا البالك فورمينج لاكزيتيفز اور ذا ميكانيكال لاكزيتيفز ار ا فيري جود تشويس فور بيشنت سافرينج فروم كرونيك كونستيبيشن. وكتير بنستخدمه للpatients suffering from hemorrhoids. ممكن تكون سمعت عن الهيمورويدز قبل كده، اللي هي البواسير، الناس اللي بيبقى عندها بواسير بيبقى بالنسبة لها في صعوبة في الديفيكيشن، وبيبقى عايز دايما ان الستول بتاعه يبقى very soft، علشان هو already بيبقى عنده injuries in this part. فبرضو بننصحه باستخدام bulk forming laxatives زي السيليوم to ease and soften the passage of the stools. It softens the stools for patients suffering from hemorrhoids. أي patient who recently had anorectal surgery, who had any surgery in the anus, in the rectum, برضو تلاقي الفيزيشن بتاعه prescribes him the use of bulk forming laxatives وساعات osmotic laxative to soften the stool to ease its passage outside the body. يبقى السينيوم برضو بتستخدم ك bulk forming laxative in the treatment of chronic constipation، الإمساك المزمن. ملحوظة لازم نقولها للبيشنت برضو واحنا بنوصف له bulk forming laxative، نقول للبيشنت بتاعنا ان يفضل ان انت تاخد bulk forming laxative ده الصبح in the morning، لان معروف ان استخدام bulk forming laxative بيعمل شوية abdominal discomfort، it may lead to gases to bloating، هنا نتيجة البكتيريال digestion of the fibers within the colon. البكتيريا اللي موجودة في القولون بتبدأ تكسر في الميسوليجينس ماتيريا اللي موجودة عندي في الفايبرز دي، وده بيطلع gases وممكن يعمل some abdominal discomfort. عشان كده بنفضل ان البيشنت ياخده الصبح، لان مع الحركة it is easier to pass gases، لكن أخذوا بالليل this will cause some disruption to the patient sleep. So it is recommended to take the dose of bulk laxatives during the day and not before going to sleep. For this is important piece of advice you have to tell your patient. Surprisingly, psyllium is also used for short-term symptomatic treatment of diarrhea. إزاي ناس تتساءل تقول إزاي هو بيستخدم كلاكزيتيف كملين، وتيجي دلوقتي تقول لي إن هو بيستخدم في علاج الدايريا. الدايريا هي الإسهال، والكونستيبيشن العكس تماما اللي هو الإمساك. إزاي نفس الدراج بيعالج الكونستيبيشن وبيعالج الدايريا؟ احنا قلنا ان ده ميكانيكال لاكزيتيف، ف it depends on the environment in the colon. احنا قلنا في حالة الكونستيبيشن انت بتاخده with excessive water intake، فبيبدا يدخل في الستول ويعمل له softening. في حالة الدايريا بيعمل ايه؟ انت لما بتاخده مش بناخده بقى هنا في excessive water، بناخده بالminimal amount of water اللي هي 1:10، مش بنزود عن 1:10. لما بينزل جوه الكولون بيبقى فيه excess water في الدايريا، في الوات في الدايريا، البيشنت اللي عنده دايريا بيبقى عنده excessive water content in his stool، فبيبدأ الميوسيلج اللي موجودة عندي دي او الفايبرز دي to absorb the excess water available in the colon، يبدأ يمتص المية الزيادة اللي موجودة في القولون في الستول، ويبدأ يديله consistency، يبقى ليه قوام، ما يبقاش watery، ما يبقاش watery. عشان كده هو بيستخدم
في علاج الدايريا زي ما هو بيستخدم في علاج الكرونيك كونستيبيشن ده، لانه زي ما قلنا it has the ability to absorb the excess water in the stool in case of diarrhea and it gives the stool consistency. اوكي، فبرضه هو بيشتغل ميكانيكال، وزي ما احنا كاتبين هنا او موجود قدامنا it is a symptomatic treatment. symptomatic يعني ايه؟ يعني علاج عرضي، زي ما قلنا كده بيعالج العرض ما بيعالجش ال underlying cause. يعني ايه سبب الدايريا؟ هل البيشنت اكل حاجة مش كويسة، توكسينز، عنده بكتيريال انفكشن، عنده فيرال انفكشن؟ سيليا ملهوش اي دعوة بال underlying cause، لازم البيشنت يعالج سبب الدايريا، لكن هو بيقلل من السيمتومز، من عرض الدايريا. عشان كده هو short term، علاج لفترة قصيرة، لان انا ما ببقاش عايزة اوقف الدايريا في احيان كتير، لان دي دايريا بتساعدني ان انا اتخلص من التوكسنز اللي موجودة في الجسم. فلازم البيشنت يبقى عارف ايه سبب الدايريا اللي عنده، لان السيليا مش علاج للأندرلاين كوز اوف دايريا، it is a symptomatic treatment، علاج للعرض وليس علاج للمرض. يبقى فهمنا ازاي السيليم بيشتغل كبالك لاكزيتيف وفي نفس الوقت بيستخدم كسيمتوماتيك تريتمنت اوف دايريا. البريكوشن في استخدام السيليم هو نفس البريكوشن اللي قلناه في حالة اللينسيد، اللي هو ايه؟ قلنا you have to take it with sufficient amount of fluid، اللي هي نسبة 1 to 10، and too little fluid intake can lead to obstruction of the esophagus or the intestine, especially in elderly people. الناس الكبار في السن. فلازم لازم البيشنت اللي بياخد السيليم وبياخد بالك لاكزيتيف افهمه، بالذات السيدز افهمه ان لازم تاخده with sufficient amount of fluid، لان ده ممكن يعمل مشكلة خطيرة اللي هي انسداد الامعاء. انسداد الامعاء دي حالة خطيرة جدا جدا جدا، وممكن لا قدر الله تؤدي لمشاكل كبيرة للبيشنت. ف you have to tell the patient that you should never take the dried powder drug orally. يعني ما حدش يروح جايب السيليوم كده ويسفه powder، لا، لازم يتاخد مع fluids، لازم يتاخد مع excessive water intake to avoid the obstruction of the esophagus or the intestine. This is a very important piece of information you have to tell your patient. تاني بنأكد نفس الكلام، the warning is that the seed product should always be taken with sufficient amount of fluid. Sufficient amount of fluid. And again, you have to tell your patient that you should take it at least half an hour after other medications to prevent their delayed absorption. نفس الكلام اللي قلناه في اللانسيد، لازم أعمل spacing، إن هو ممكن يقلل من امتصاص الأدوية التانية اللي البيشنت بياخدها. فهو لو بياخد علاج تاني أقول له لو سمحت تاخد العلاج at least نص ساعة قبل ما تاخد السيليوم، قبل ما تاخد البالك لاكزيتيف بتاعك، علشان ما يحصلش delay في الابزوربشن of the drug. Okay, it can lead to delayed absorption of drugs. What are the contraindications for the use of psyllium؟ موانع الاستخدام لو البيشنت اللي عندك عنده أي rectal bleeding. لو في rectal bleeding you should not prescribe psyllium. If he fails to defecate following the use of a laxative، يعني أخذ أكتر من مرة الملين and he could not defecate، تقول له لا، stop، do not use the psyllium. بالذات لو هو جرب لاكزيتيف قبل كده وما نفعش معاه، يعني جرب حاجة ستيمولنت لاكزيتيف
ما ينفعش يبقى هو عنده مشكلة كبيرة، يبقى ما ينفعش يستخدم السيليوم. طبعا لو عنده اي مشاكل في المريء، عنده التهابات في المريء، عنده اورام لا قدر الله، دوالي، طبعا ما ينفعش ياخد السيليوم. وطبعا بديهي جدا ان هو لو عنده اي انتستاينال بلوكج، عنده اي انسداد معوي، بديهي جدا انه ما ينفعش على الاطلاق ياخد السيليوم، لانه ده ممكن يسوء الحالة تماما. وفي بعض التكست بوكس مكتوب ان السيليوم لا ينصح بيه في الناس اللي عندها دايابيتس ميليتس، وخصوصا اللي هم uncontrol diabetes، يعني السكر بتاعهم مش مظبوط، يفضل ان هم ما يستخدموش السيليوم سيدز بكثرة، لان بتأثر على النسب بتاعت السكر في الدم. مش معروف بالظبط ايه الميكانيزم يعني، بس this is a general recommendation in a patient with poorly controlled diabetes mellitus should avoid the excessive use of psyllium. بالنسبة للدراج انتراكشنز، احنا قلنا ان هو بيتفاعل مع كل الاورالي ادمينستر دراجز، ان هو بيأخر الامتصاص بتاعهم، it delays the absorption of orally administered drugs. فبالتالي لازم نعمل spacing لي ما بين الاورالي absorbed drugs و السيليوم سيد انتيك. كمان interaction مهم جدا، we have to highlight it, the interaction with lithium salts. lithium salts دي بتستخدم في علاج بعض حالات ال bipolar depression، الناس اللي عندها اكتئاب ثنائي القطب، وده من الحاجات اللي ليها نارو therapeutic index. كنا اتكلمنا قبل كده عن الدراجز اللي ليها نارو therapeutic index، الفرق ما بين التوكسيك دوز وال therapeutic دوز فرق صغير، فأي تغيير في الدوز ممكن يحولها من therapeutic دوز لتوكسيك دوز، أو يخلي الدوز بتاعتها insufficient أو ineffective. هنا السيليوم it reduces the plasma concentration of lithium salts, then it may inhibit their absorption from the GIT. بيمنع امتصاصهم من ال GIT، فبالتالي بلاقي ان نسبة ال lithium في الدم بتقل عن المتوقع، وبيبقى ال patient under medicated. Patient becomes under medicated. فمهم جدا لو هو بياخد اي ليثيوم سولت ان انا اقول للبيشنت يعمل enough spacing ما بين السيليوم وما بين الدراج بتاعه، لان ده هيقلل من البلازما كونسنتريشن اوف ذا سيليوم، والبيشنت هيبقى اندر ميديكيتد، كانه بياخد جرعه اقل من الجرعه اللي هو الدكتور كاتبها له. هنشوف مع بعض دلوقتي case report of adverse effects events due to the misuse of psyllium seeds. هنشوف case لintestinal obstruction. هنا كان عندي 21 years old man. He presented to the emergency department complaining of constipation for 5 days. اوكي، هو راح الامرجنسي ديبارتمنت وقال انا عندي constipation for 5 days، ف they prescribed him psyllium for treatment of constipation. They discharged him، خرجوه قالوا له take psyllium for treatment of constipation. 2 days later he returned to the emergency department complaining of increased abdominal distension without passing any stools. يعني قال لهم انا اخدت السيليوم لمدة يومين وجاله انتفاخ شديد جدا، وجاله ان هو he did not pass any stool although he took the psyllium. تعمل له بقى اشعاعات ولقينا ان the patient was diagnosed with incomplete intestinal obstruction. حصل له انسداد معوي
resulting from ingesting psyllium husk without adequate amounts of fluids. والليتريتشر فيه كيسز اكتر من كيس عن ال intestinal obstruction الناتج عن ال inadequate fluid intake along with psyllium seeds. فباين هنا عند البيشنت حصل له intestinal obstruction نتيجة ان السيليوم زي ما قلنا بتزيد في الحجم جامد لما بتدخل جوه الجسم وبتمتص السوائل, ولو انا مش واخدها مع enough fluids انها تحركها في الانتستين, لو مش not with enough fluids to move it through the intestine to the colon, ممكن جدا تعمل للبيشنت intestinal obstruction او انسداد معوي. تالت سيد واخر سيد هناخدها مع بعض النهاردة اللي هي الكاستر سيد او بذور الخروع. بذور الخروع او الكاستر سيدز. الكاستر سيدز اللاتين بتاع النيم بتاعها هو the dried ripe seeds of Ricinus communis family Euphorbiaceae. You are not required to memorize its Latin name, but we have to highlight that the plant material of interest in case of castor seed is the fixed oil of castor. We use the fixed oil of castor. This is the plant material of interest. احنا مش بنستخدم طبيا الكاستر سيد, احنا بنستخدمها لتحضير الكاستور اويل اللي هو زيت الخروع. يبقى بذر الخروع لا يستخدم طبيا, لكن الزيت هو اللي بيستخدم, وهنعرف ليه دلوقتي. يبقى the fixed oil is obtained by cold expression, بيبقى عصر على البارد, from the seeds of Ricinus communis family Euphorbiaceae. يبقى الكاستر سيد is used here only as a source of fixed oil, but the seed itself is not used. على عكس ما اتكلمنا في حالة اللينسيد, احنا كل الاستخدامات الطبية اللي قلناها على اللينسيد قلناها على السيد itself مش على الزيت, كانت على السيد على بعضها. في حالة الكاستر لا تماما, احنا هنا هنتكلم ان كل الاستخدامات الطبية هي للكاستر اويل لزيت الخروع, not the castor seed. وحنعرف what are the chemical constituents present in castor seed. Castor seed is very rich in fixed oils in the form of triacyl glycerols, mainly a component known as ricinoline gives rise to ricinoleic acid. Upon hydrolysis of ricinoline, it yields ricinoleic acid. This is the structure of ricinoleic acid. It is a mono unsaturated fatty acid, زي ما احنا شايفين double bond واحدة. It is a monounsaturated fatty acid, ricinoleic acid. The second chemical constituent in castor seed is a type of carbohydrate binding protein, نوع من أنواع البروتينز known as lectins. Lectins, these are proteins. Lectins are proteins. زي ما احنا شايفين, this is a proteinaceous structure. It's called resin D. Resin D. This is resin D is a lectin or a carbohydrate binding protein. This is a very, very, very toxic compound. Resin D is severely toxic. Okay, this is a lectin known as resin D. Luckily, resin D is destroyed upon heating. بيحصل له denaturation. احنا قلنا ده it's a protein. Therefore, heating during oil extraction leads to denaturation and deactivation of this toxic resin. To get rid of resin,
we need to heat the oil. We need to heat the oil. This leads to denaturation of resin D lectin. يبقى في fixed oil, في lectin, which is very toxic, في كمان pyridine alkaloid, known as resinin. يبقى الرسن is a lectin and is very toxic. It also contains an alkaloid called resinin. This is the structure of resinin. Resinin is also toxic, but it is not as severely toxic as resin. It is not as severely toxic as resin. Okay, it is less toxic, but in high doses it possesses toxicity. Actually, we use resinin as a marker of resin poisoning since it is excreted in the urine. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما بيجوا عايزين يعرفوا هل البيشنت اللي عندي ده عنده توكسيسيتي نتيجة الكاستور أويل ولا لأ؟ فبيكشفوا عن الريسينين، لأن الريسينين بيفرز في البول بتاع البيشنت، بيظهر في بول البيشنت على عكس الريسين. فلما بيلاقوا ريسينين موجود في اليورين of the patient, this indicates castor seed toxicity. This indicates castor seed toxicity. لكن التوكسيسيتي اساسا جاية منين؟ اساسا جاية من الريسن مش من الريسينين. يبقى الريسينين is a biomarker for resin poisoning because it is readily excreted in the urine. زي الكيس اللي قدامنا هنا دي this was a patient who attempted suicide, عايز ينتحر. He was a 50 years old man. He used castor beans. كان عايز ينتحر ببذر الخروع. The patient came to the emergency room complaining of nausea, vomiting, diarrhea for 9 hours following the ingestion of 6 castor beans. They tested the urine of the patient for the analysis of resinin. يبقى خدوا اليورين samples بتاعت البيشنت, they tested it for resinin and the samples were found to be positive for resinin, and this indicated that the patient suffered from castor bean او castor seed toxicity. وزي ما قلنا although احنا بنكشف عن الريسينين, لكن التوكسيستي يعني جاية اساسا منين؟ جاية اساسا من الريسين دي اللي هو اللاكتين. But it is easier to detect resinin in the urine. What are the medicinal uses of castor seed? لما أقولك what are the medicinal uses of castor seed? Medicinal? None. إحنا مش زي ما قلنا ما بنستخدمش الكاستر سيد. The oil is only used, not the seed. يبقى castor seed is only used for the production of castor oil. Medicinally, we use the castor oil. We don't use the castor seed. وانت اكيد عرفت دلوقتي واستنتجت احنا ليه مش بنستخدم الكاستر سيد. ليه مش بنستخدم الكاستر سيد؟ لانها فيها ال very toxic lactin اللي اسمه الريسين دي. لكن الزيت الاويل لما بنيجي نحضره ما بنلاقيش فيه الريسين دي, او بيبقى فيه trace amounts ممكن اتخلص منها بمنتهى السهولة عن طريق ان انا اسخن الزيت او ادفيه. عشان كده احنا دايما بنقول للناس اللي بتستخدم زيت الخروع ياريت تدفي الزيت, سخنه شوية قبل ما تستخدمه. ليه؟ عشان لو في اي trace amount of resin اللي هو التوكسيك lactin, it gets destroyed او يحصل denaturation upon heating, بيتكسر بالحرارة. عشان كده يفضل تسخين الزيت بتاع الخروع قبل استخدامه. وعرفنا ليه؟ لان دي حاجة مهمة عشان نضمن ان الزيت ما يكونش فيه اي تريسز من التوكسيك ريسنز. بيستخدم في ايه؟ ممكن جدا تكون سمعت عن شربة زيت الخروع. اكيد سمعنا عن شربة زيت الخروع. يعني ايه شربة زيت الخروع؟ بيستخدموها ليه؟ بيستخدموها علشان الناس اللي عندها severe acute constipation. لو واحد يكون عنده امساك شديد جدا يقول له خد شربة زيت خروع. واحد عايز ينظف القولون بتاعه داخل يعمل عملية يقول له خد شربة زيت خروع. شوف زيت خروع مش بذر الخروع, زيت الخروع. ليه؟ لانه
بيستخدم ك short term treatment. short term، وحط 100 خط تحت كلمة short term، علاج لفترة قصيرة. فترة قصيرة يعني أنا بتكلم على فترة من 3 لـ 5 أيام maximum. يبقى short term treatment for acute constipation. سؤال: is this a suitable treatment for chronic constipation? Can you use castor oil for treatment of chronic constipation? تقدر تستخدمه كعلاج للإمساك المزمن زي ما اتكلمنا على السيليوم، زي ما اتكلمنا على اللينسيد. Of course not. من زي احنا سائلين ان ده علاج لفترة قصيرة، وهنقول دلوقتي ليه ما ينفعش استخدمه لفترات طويلة. يبقى it is used for treatment of acute constipation short term. وخد بالك، when other dietary methods or bulk forming laxative have not provided adequate relief. يبقى انت دايما في البروتوكول بتاع علاج الكونستيبيشن بتبتدي بأأمن حاجة اللي هي البالك فورمينج لاكزيتيف، اللي هو الميكانيكال لاكزيتيف. تقول للبيشنت تيك ا ميكانيكال لاكزيتيف او ا بالك لاكزيتيف. اف ات از ان افكتيف ابتدي بقى انطلع درجة في السلم، سيب البالك فورمينج لاكزيتيف وروح للستيمولانت لاكزيتيف. درجة الاعلى في السلم من الستيمولانت لاكزيتيف ايه؟ البيرجاتيفز او الكاثارتكس، حاجات اللي بتعمل دايريا. كاثارتكس تنزل كل حاجه، اللي هي منها الكاستر سيد على فكره، او الكاستر اويل سوري، هو ات از ا كاثارتيك بيرجاتيف. يبقى ات از ا كاثارتيك فور يوز ان باول ايفاكيويشن prior تو سيرجري. زي ما قلنا ممكن البيشنت اللي داخل يعمل سيرجري ومحتاج ينظف الكولون بياخد الشربة بتاعت الزيت دي، بتنزل كل حاجة. This cathartic. Cathartic purgative. يبقى الستبس بتاعتنا bulk laxative ده أضعف حاجة وأأمن حاجة، يليها الستيمولنت laxative، يليها الكاثارتيك purgatives اللي هي بتطرد كل شيء في الأمعاء. إزاي الكاثارتيك بيشتغل ك purgative cathartic purgative؟ ايه الكونستيتوينت المسؤول عن الاكشن دي؟ احنا قلنا في الكيميكال كونستيتوينتس في عندي الكاستر اويل ترايجليسرايدز، وقلنا ان اكتر واحد موجود هو الريسينولين. ريسينولين ده الاستراكشر بتاعه، زي ما قلنا الاستراكشرز كلها مش حفظ. ريسينولين، الريسينولين جوه السمول انتستين بيحصل له هيدروليسيس، بيتكسر جوه الامعاء ويحصل له هيدروليسيس ويديني الريسينوليك اسيد. يبقى الريسينوليك اسيد مش موجود في الكاستر اويل نفسه، هو بيتكون جوه السمول انتستين upon hydrolysis of ricinoline. ريسينولين يحصل له هيدروليسيس ان ذا سمول انتستين، بيدينا الجليسرول وبيدينا الريسينوليك اسيد. الريسينوليك اسيد ده از اريتيتنج تو ذا انتستينال ميوكوزا، بيعمل لاكتيف افكت باي اريتيتنج ذا انتستينال ميوكوزا، بيحفزها انها تتحرك، تفرز الميه، تفرز ميه و بيسرع من حركة الأمعاء. بيبروموت the peristaltic movement، بيحرك الأمعاء بسرعة عن طريق إن هو بيعمل irritation للintestinal mucosa. عشان كده الكاستور أويل is not appropriate for long term therapy، ما يستخدمش لفترات طويلة. انت بتعمل irritation، بتهيج الميوكوزا بتاعت الintestine، تخليها تتخلص من كل شيء موجود جواها. فممكن جدا جدا مع طول الاستخدام البيشنت يحصل له ايه؟ طول ما هو عمال يفقد في سوائل واملاح، يفقد في سوائل واملاح، ايه اللي هيحصل له؟ eventually he will get dehydrated، هيحصل له dehydration، يحصل له جفاف. ف the long term use of castor oil is totally contraindicated, and this is why it is not a suitable treatment for chronic constipation. ما يستخدمش
في علاج الكرونيك كونستيبيشن، بيستخدم بس في علاج الاكيوت كونستيبيشن، وزي ما قلنا very short term use، 3 ايام ويبطلوا، ما ينفعش اكتر من كده. كمان بيستخدم للإيفاكيويشن of the colon prior to surgeries مثلا. الكاستر اويل زي اللينسيد بالظبط، بيستخدم topically as a poultice اللي هي اللبخة اللي اتكلمنا عليها قبل كده for treatment of topical dermatitis and inflammatory skin disorders. Topical dermatitis and inflammatory skin disorders بيتحط برضو لبخة جوه الشائش وبيتغطى بيه الجزء اللي فيه مشكلة، وبيساعد في علاج الانفلاميشن topically. Okay, this is a topical effect. وده برضو نتيجة its emollient action. Its emollient action ملوش دعوة بقى خالص هنا بإيه، بال constituents اللي احنا قلنا هنا. احنا هنا بنتكلم على الفيكسد اويلز topically، هي بيبقى ليها emollient activity. الادفيرس رياكشنز زي ما قلنا، الدوزز العاليه او الاستمرار في استخدامه لفترات طويله ممكن يؤدي ل سيفير دايريا، دايريا شديده جدا، with the loss of water and electrolytes. يبدا البيشنت بتاعي يفقد ميه ويفقد electrolytes، يفقد املاح، يفقد ميه ويفقد املاح. فقدان الميه والملح من الجسم ممكن تدخل البيشنت بتاعي في حاله جفاف dehydration، ودي حاجه خطيره، فلازم البيشنت بتاعي يحصل له rehydration وreplacement للالكترولايتس. لو البيشنت حصل له سيفير دايريا with loss of water of electrolytes، لازم نعمل له rehydration وreplacement of electrolytes. واحد من الاملاح المهمه جدا الجسم ممكن يفقدها هي البوتاسيوم. البوتاسيوم هو بيفقد الالكترولايتس، من ضمنها الصوديوم ومن ضمنها البوتاسيوم. الجسم لما بيفقد البوتاسيوم بيخش في حاجة اسمها هايبوكاليميا. هايبوكاليميا، هايبوكاليميا يعني decrease in potassium levels. decrease in potassium levels ده اسمه هايبوكاليميا. البيشنت اللي بيحصل له هايبوكاليميا ده بيأثر على الهارت ماسل، على عضلة القلب وعلى العضلات عموما، لكن بيأثر مني على الهارت ماسل. ف this is very very serious. very very serious. contraindications او موانع استخدام بديهي، it is totally contraindicated during pregnancy, during breastfeeding and in children under the age of 12 years. ما يتاخدش ابدا، مفيش واحدة حامل تروح تاخد كاستر اويل، تاخدش زيت خروع ابدا، ده ممكن يسبب لها abortion، ممكن يسبب لها severe dehydration. نفس الكلام للبريست فيدنج، mothers lactating mothers should avoid the use of castor oil. children ده مش علاج مناسب للامساك في الاطفال تماما، ما ينفعش اجيب طفل صغير عنده اقل من 12 سنه واديله زيت خروع. this is totally contraindicated، لان بمنتهى السهوله ممكن الطفل يدخل في حاله جفاف، يحصل له dehydration. this is very very serious. كمان البيشنز اللي عندهم بيليري تراكت اوبستراكشن، عنده انسداد في القنوات المراريه، اي بيشنت عنده مراره وعنده انسداد في القنوات المراريه المفروض ما ياخدش زيت الخروع، لان زيت الخروع بيزود من البايل فلو. فلو البيشنت عنده اوبستراكشن انسداد، ف هيحصل بريشر نتيجة الـ stimulation of the bile flow، ان انت بتنتج سوائل، بتنتج بايل، بتنتج البايل وهو مش بيتصرف، فبايه بيحصل distension للـ gall bladder. فلازم ابقى عارف هل البيشنت ده عنده اي obstruction في البيليري داكتس، عنده اي انسداد في القنوات المرارية ولا ما عنده.
الدراج انتراكشنز او تفاعل الكاستر اويل انت ممكن تكون استنتجته من لما اتكلمنا على ال هايبوكاليميا او الديكريز ان ذا ليفلز اوف بوتاسيوم. انت اخدت في الانترودكشن بتاع السكندري ميتابولايز الكاردياجلايكوزايدز، الكاردياجلايكوزايدز على راسها الديجوكسين، يمكن ده اشهر كاردياجلايكوزايد موجود في السوق وما زال بيستخدم. الكاردياجلايكوزايدز الافشنسي او الافكتيفنس بتاعها بيتاثر تاثر مباشر بنسبه البوتاسيوم اللي موجوده في الجسم. كل ما البوتاسيوم يقل كل ما تأثير الكارديوجلايكوزايدز يزيد، يبقى علاقة طردية ولا عكسية؟ علاقة عكسية. كل ما نسبة البوتاسيوم في الجسم تقل كل ما تأثير الكارديوجلايكوزايدز على الهارت تزيد، زي الديجوكسين. Again, ديجوكسين is a drug of narrow therapeutic index. فرق ما بين الثيرابيوتيك دوز والتوكسيك دوز فرق صغير. فلو البيشنت عندي بياخد كاستور اويل في نفس الوقت بيتعالج بديجوكسين، اخد الكاستور اويل لمدة 3 4 5 ايام، بدأ البيشنت عندي يحصل له ديكريز ان بوتاسيوم ليفلز، ايه اللي هيحصل في الافكتيفنس اوف ديجوكسين؟ هيبدأ تأثير الديجوكسين يزيد اكتر من الدوز اللي الدكتور مظبطه عليها، هيدخل في حاجة اسمها ديجوكسين توكسيسيتي. البيشنت اللي بياخد الديجوكسين ده الدكتور بتاعه بيظبطه على الجرعة المناسبة ويقعد يعلي ويقلل علشان يضمن ان البيشنت بتاعه وصل للدوز اللي بتعمل ثيرابيوتيك افكت من غير ما تعمل توكسيسيتي. تيجي تغير اي حاجة بقى في الالكترولايت بالانس بتاعه يبدا ممكن جدا البيشنت يبدا يظهر عنده اعراض ديجوكسين توكسيسيتي، وده بيبقى نتيجه الديكريز ان بوتاسيوم ليفل او الهايبوكاليميا اللي احنا اتكلمنا عليها. ف it is contraindicated او we have to be aware if the patient is under therapy with any cardiac glycoside like digoxin because this may lead to exacerbation of the effectiveness of the drug. ممكن يزود من تأثير الكارديك glycosides ويخش البيشنت زي ما قلنا في حاجة اسمها الديجوكسين توكسيسيتي. An important warning بقى. In folk medicine, castor oil is used for induction of labor. كتير بيتوصف في الطب الشعبي في الفولك ميديسن للبريجننت ويمن في الاسبوع الاربعين، يبقى خلاص هي المفروض ان هي فول تيرم بريجننسي، شي شود ديليفر ذا بيبي وما بيبقاش فيه اي اعراض ليبر، فيقولها خدي شربه زيت خروع عشان تعمل اندكشن للليبر عشان يبدا عمليه الولاده. وده بيحصل كتير فعلا نتيجة الاريتيشن اللي بيعمله الكاستر اويل في الجي اي تي في الانتستينال ميوكوزا، ده فعلا بيحفز الليبر، بيبتدي البيشنت بتاعتي تدخل في ليبر، وعشان كده احنا قلنا it's totally contraindicated during pregnancy. بس ده لازم يكون under supervision of a physician or a healthcare professional، يعني ما ينفعش هي منها لنفسها، لازم تقول الدكتور بتاعها when she is 40 weeks and she is late I will take castor oil. اوكي، لازم الفيزيشن بتاعها يبقى عارف، لان في احيانا لما بيبقى excessive dose بياخد جرعة كبيرة، كمية كبيرة من الكاستور اويل ممكن تؤدي المشاكل زي ما هنشوف الكيس ريبورتس اللي جاية. والوارنينج تاني احنا قلناه كذا مرة، do not take more than 3 to 5 days، بتاخدوش اكتر من 3 لـ5 ايام، ده short term treatment. وعرفنا ليه؟ لان ممكن جدا البيشنت بتاعي ده كاثارتيك بيرجتيف دي very strong effect
ممكن جدا البيشنت بمنتهى السهولة لو انا تجاوزت الوقت او اديته لفترة طويلة ان هو يدخل في حالة dehydration، يحصل له جفاف. هنا هنشوف مع بعض case report of adverse effect او event sorry due to the inappropriate intake of castor oil. وده كان case reports عن استخدام الكاستور اويل for the induction of labor in pregnant women. ف there have been several case reports of adverse effects associated with castor oil intake at delivery. One case reported very quick labor، يعني الولادة حصلت بسرعة شديدة جدا. Meconium stained fluid، يعني السائل اللي حوالين البيبي بقى فيه ميكونيوم، اللي هو ان البيبي بدأ يحصل له stress، it started to pass stool، فبقول عليه meconium stained fluid. And amniotic fluid embolism causing cardiorespiratory arrest to the fetus، يعني البيبي حصل له amniotic fluid embolism، اتخنق جوه الامنيوتيك فلويد السائل الامنيوسي، وحصل له cardiorespiratory arrest، يعني القلب توقف والتنفس توقف، لان هي خدت دوز كبيره جدا سرعت الولاده بصوره كبيره جدا، فالبيبي بقى ستريسد، واول علامات ستريس في البيبي الفيتوس يعني قبل ما يتولد ان يو باس ستول، الستول بتاع البيشنت ده بتاع السوري البيبي او بتاع الفيتوس بنسميه ميكونيوم، ميكونيوم اول فالبيبي باست ميكونيوم، ميكونيوم ستين فلويد، بعد كده حصل له امنيوتيك فلويد امبوليزم، وحصل له كارديو ريسبيراتوري ارست. عشان كده بنقول الانتيك اوف كاستور اويل شود بي اندر ذا سوبرفيجن of the physician، لازم الدكتور بتاع البيشنت يبقى عارف ان هي هتاخد زيت الخروع عشان يقولها تاخده بنسبة قد ايه لو هي هتستخدمه، لو هو فضل انها تستخدمه. كمان a survey by the midwives in Texas اللي هم القابلات اللي هم nurses اللي بيولدوا النساء reported that castor oil may cause adverse effects including reports of emergency C-section as a result of severe gastric cramping, diarrhea and dehydration. يعني في أحيان كتير لقوا إن استخدام الكاستور أويل بيسرع الـ delivery جدا، ممكن يعمل severe gastric cramping للpatient، ممكن يعمل لها severe diarrhea و dehydration، بيضطروا إن هم يلجأوا للcesarean section to deliver the baby through a cesarean operation. احنا كده خلصنا محاضرة النهاردة، اخدنا فيها 3 seeds، وال 3 seeds اللي احنا اخدناهم كلهم بيشتغلوا على ال GIT، 2 منهم بيشتغلوا ك bulk forming laxatives اللي هما اللينسيد والسيليوم، والسيليوم كفاءته اعلى من اللينسيد لانه عنده قابليه ان هو تسويل مور ذان لينسيد. هما الاثنين بيشتغلوا كبالك فورمينج لاكتيف زي ما قلنا. الكاستور سيد بيستخدم كستيمولنت لاكتيف او ستيمولنت كاثارتيك بيرجاتيف، قلنا ان هو بيعمل سيفير اريتيشن، بيعمل اريتيشن تو ذا انتستاينال ميوكوزا، عشان كده ما اقدرش استخدمه لعلاج الكرونيك كونستيبيشن، بستخدمه بس في علاج الاكيوت كونستيبيشن، يعني لونج تيرم يوز بتاعه ممكن يؤدي دي سيفير ديهايدريشن للبيشنت، لانه بيتخلص من الاملاح والسوائل اللي موجوده في الجسم بسرعه شديده. احنا بعد ما هنسمع المحاضره دي انا هنزل assignment هتلاقيها موجودة في الجوجل كلاس روم، فياريت نفتح الاسايمنت، it's a short and simple quiz،
نملاها ونعملها submission. انا هفتحها لمدة 24 ساعة واقفلها. فياريت كلنا ندخل و نحل الكويز دي. اي اسئلة ياريت تبقى على الجوجل كلاس روم وانا هجاوب عليها. وانا هحاول ان احنا في الفترة الجاية لو الوضع استمر كده ان احنا نفتح مع بعض الاسئلة مباشرة through most probably هيكون الزوم. نحاول ننزل الزوم عندنا بروجرام اسمه زوم، هتلاقيه موجود عندك في الجوجل بلاي ستور. هنحدد ميعاد ندخل كلنا، اللي عنده اي اسئلة نقدر نتواصل مع بعض. بس for the time being ياريت اللي عنده اي سؤال يسألوا على الجوجل كلاس روم وما تتكسفوش يعني يسألوا. انا شايفة الناس مش يعني شوية timid انها تسأل، بس please يعني all your questions are very welcome. And thank you for listening. Till the next time, inshallah. Thank you.